أزيد من 2,300,000 درهم هو المبلغ الذي تم حجزه أمس زهاء الساعة 10:30 ليلا بالمركز الحدودي باب سبتة داخل سيارة مرقمة بسبتة كانت على متنها سيدتين وطفلة لا تتجاوز 4 سنوات. العملية طبعا تم إشعار النيابة العامة في حين بالعملية وتم إحالة المعنيتين على مصلحة الشرطة القضائية بتطوان طبعا تنفيذ لتعليمات النيابه العامه قصد اتخاذ ما يلزم. الاخوان ديال الشرطه بباب سبته كانوا حاضرين وقائمين بتامين لا العمليات ديال الحساب المبلغ ولا الظروف اللي تمت فيه، وفي اي لحظه هما موجودين كيمارسوا المهام ديالهم وكيحميوا الاقتصاد الوطني من اي سلوك قد يعرضه للخطر. المبلغ المحجوز خلال هذه العملية عملت السيدتان على إخفائه داخل علب فارغة لآلة المطبخ وأخرى خاصة برقائق الإفطار والحلويات، إلا أن يقظة رجال الجمارك مرة أخرى أفلحت في إحباط هذه العملية النوعية والمهمة بالمركز الحدودي باب سبتة.